واحنا بنقيم حياتنا ما نقدرش نقيم حياتنا بشكل صحيح بدون ما نعرف نفسنا. وللأسف في شغلي مع رواد الأعمال واحتكاكي بيهم، حسيت ان في ناس منهم متخبطة، مش لانهم مش لاقيين فكرة يشتغلوا عليها او مش عارفين يديروا شغلهم او الكلام ده، ولكن متخبطين لانهم مش عارفين نفسهم صح. فلازم نقف وقفة ونكرس بعض الوقت علشان نعرف انفسنا. واول حاجة بركز عليها في رحلة معرفة الذات ان انا اعرف ايه النعم اللي موجودة في حياتي. سهل جدا ان احنا نركز على جوانب النقص، وسهل جدا ان احنا نمسك ورقة والقلم ونقعد نكتب كل الحاجات اللي مش موجودة في حياتنا، ولكن الصعب هو ان احنا نلم بالنعم اللي موجودة في حياتنا. علشان كده في مجموعة من الاسئلة عايزاكم تسألوا نفسكم هذه الاسئلة وتجاوبوا عليها. ما هي النعم اللي موجودة في حياتي؟ بداية من الاحتياجات الأساسية، الصحة، المسكن، العائلة، الأصدقاء. كمان نسأل أنفسنا ما هي التحديات اللي بتواجهني دلوقتي؟ على سبيل المثال، العلاقة بيني وبين جوزي مضطربة، وظيفتي مثلا أو حياتي المهنية راكدة، أو عملي والبيزنس اللي أنا أنشأته راكد أو مضطرب أو مش بينمو، اني حاسس بالكسل والخمول، ان في عندي بعض الاعتلالات والمشاكل الصحية. كمان فاكرين لما تكلمنا عن قبل كده عن المخاوف اللي بتراود رواد ورائدات الاعمال، عايزاكم تفكروا في مخاوفكم. ايه الحاجات اللي بتخوفكم؟ مثلا بخاف من الضوائق المالية، او خايف ان انا افقد وظيفتي ومصدر دخلي، او ان انا بخاف من الفشل، او ان انا بخاف من النقد اللي ممكن اتلقاه من الاخرين، او ان انا بخاف من الموت. اكتب هنا كل المخاوف اللي بتحس بيها. نقطة كمان مهمة جدا ان احنا نعرف ايه اللي بيوترني وبيزود الاجهاد العصبي في حياتي، ايه الاشياء اللي بتؤرقني، لان هدفنا الاسمى ان انا اقلل العوامل اللي بتزود توتري والاجهاد العصبي اللي انا بحس بيه. على سبيل المثال، كثرة الاعباء الاسرية، او اني مش حاسس بالتقدير، او ان علاقتي مع فريق العمل مضطربة، او ان في مذاكرة مثلا مفروض اذاكرها والمذاكرة بتوترني، او شاعر مثلا بالوحدة وده حطتني تحت اجهاد عصبي. نسأل نفسنا هنا ايه الاشياء اللي موجودة في حياتي دلوقتي وبتؤرقني. وفي قائمة طويلة من الأسئلة عايزاكم تبتدوا تجاوبوا عليها. اسأل نفسك ايه الحاجات اللي انا بخجل منها؟ طيب ايه الحاجات اللي انا بحب اعملها لما احب اقضي وقت كويس؟ ايه الانشطة اللي انا مهتم بيها او عايز اجربها؟ ايه الحاجات اللي بتقلقني؟ اتخيل نفسك كمان لو جالك مصباح علاء الدين وطلع لك العفريت وبيقولك ليك امنية واحدة فقط، يا ترى هتستغل الأمنية دي في إيه؟ كمان اسأل نفسك فين بالظبط بتشعر بالأمان، وإيه الأمور اللي بتديك إحساس بالراحة، وليه بتحس بالراحة؟ إيه هو أعظم إنجاز حققته لغاية دلوقتي؟ إيه هو أكبر إخفاق أو فشل مريت بيه في حياتك؟ في نقطة كمان مهمة جدا، هل انت كائن ليلي ولا كائن نهاري؟ لان مهم جدا ان احنا نبتدي ننظم حياتنا حوالين ميولنا الطبيعية. ولازم اقول هنا نقطة مهمة قوي، ميولنا الطبيعية بتختلف ما بين شخص وشخص. مش كل الناس بتقدر تشتغل كويس بالنهار او بالصبح بدري او ساعة الفجر. في ناس بتفضل مثلا العمل بالليل. لما اعرف عن نفسي هذه الامور اقدر اعيد تصميم حياتي بالشكل اللي يتواءم مع ميولي الطبيعية. لو انا دلوقتي عندي عمل ما او وظيفة ما، يا ترى ايه اللي بيعجبني في شغلي؟ ايه اللي بحبه وايه اللي ما بيعجبنيش؟ ايه الحاجات اللي ما بحبهاش؟ سؤال برضو مهم جدا، يا ترى انا بلوم نفسي على ايه دايما؟ ايه الاخطاء او الغلطات اللي وقعت فيها واللي دايما بفتكرها وبلوم نفسي عليها؟ هل يا ترى بهتم بنفسي، براعي نفسي، بهتم بصحتي سواء الجسدية او النفسية؟ نوع شخصيتي ايه؟ هل انا شخص انطوائي ولا منفتح وبحب الناس؟ هل انا
عندي نوع من الحيوية لما بكون حوالين الناس، ولا بفضل اني اكون لوحدي؟ سؤال مهم جدا لازم تسأل فيه نفسك، هو ايه اللي بيحمسني؟ ايه الحاجات اللي بتخليني excited وبتملأ قلبي بالشغف؟ كمان ممكن ان احنا نفكر في ماضينا علشان نفهم انفسنا شوية، يعني مثلا ايه هي اسعد ذكرياتي؟ امتى كنت في اسعد حالاتي؟ امتى كنت في اكثر حالاتي انتاجية؟ الاحلام برضو مهمة جدا، يا ترى احلامي اللي انا بحلمها بتقولي ايه؟ ايه هو الكتاب المفضل اللي انا لما قريته كنت مستمتع بيه، او الفيلم اللي لما شفته كنت مستمتع بيه وليه؟ ايه الحاجات اللي موجودة في الفيلم او في الكتاب ده اللي خلتني مستمتع؟ لما بدخل في بعض الامور اللي بتحسسني بالاحباط، يا ترى ايه هي الامور دي؟ ايه هي المواقف اللي انا حسيت فيها بالاحباط؟ ولما بحس بالتوتر بعمل ايه علشان اخفف التوتر؟ كل دي مجموعة من الأسئلة عايزاكم تجاوبوا عليها علشان نفهم أنفسنا أكتر وأكتر. لما هنفهم أنفسنا أكتر وأكتر هقدر بعد كده أحلل جوانب القوة وجوانب الضعف اللي عندي، هقدر أفهم المواهب الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيها وأقدر أستغلها. إلى جانب الأسئلة دي في كمان بعض الاختبارات النفسية، وأنا هنا اخترت اختبار مايرز بريكس. اختبار مايرز بريكس لتحليل الشخصية عملته سيدة وابنتها استنادا على مبادئ العالم النفساني كارل يونغ، وعملوا هذا الاختبار وبناء عليه صنفوا الشخصيات على حسب دايمنشنز معينة، على حسب أبعاد معينة، أربع أبعاد. البعد الأولاني من فين بنستمد طاقتنا، يعني هل أنا شخص منفتح لما أبقى مع الناس بحس بطاقتي وكأني كده بشحن بطارياتي، ولا أنا شخص منطوي بفضل الهدوء والراحة؟ على فكرة ده مش معناه أن أنا مقدرش أقعد مع ناس كتيرة، ولكن لما بقعد مع ناس كتيرة بأرهق، ببقى عايز أرتاح. لكن الشخص اللي هو الانبساطي بيتحمس ويلاقي فيه عنده طاقة زيادة لما يقعد مع ناس كتير. ده بعد من الأبعاد مثلا اللي موجودة في اختبار مايرز بريكس، وأنا عايزاكم تعملوا هذا الاختبار. وفي ويب سايتس معينة هقول لكم عليها اللي تقدروا تروحوا وتعملوا هذا الاختبار وتفهموا أنفسكم أكتر وأكتر. من أهم الأمور اللي بتساعدنا إن إحنا نقيم حياتنا هي إن إحنا نعرف أنفسنا ونعرف نقاط القوة والضعف اللي موجودة فينا. علشان كده أنا بنصحكم إن أنتوا تدوروا على اختبار من اختبارات الشخصية المحترمة، مش الاختبارات اللي بتيجي مثلا على الفيسبوك يقولك اختار نوع الفاكهة ونقولك شخصيتك ايه والكلام ده. الاختبارات دي معمولة علشان تجمع المعلومات الخاصة بينا، مش لهي اختبارات حقيقية ولا حاجة. انواع اختبارات الشخصية اللي انا يعني بثق فيها بيسموها البيج فايف او البيرسوناليتي بيج فايف او مايرز بريكس او الديسك DISC. البيج فايف ومايرز بريكس من الاختبارات الموثوق فيهم طبعا طبعا، لان في وراهم ريسيرش طويل جدا جدا. في ويب سايت اسمها 16personalities.com، دي بالانجليزي بس اعتقد ان ممكن تاخد منهم الريبورت بتاعك بالعربي. بتقدر بعد كده يعني بتجاوب الاسئلة طبعا، وفي نهاية الاجابة على الاسئلة دي، وهو اختبار الى حد ما طويل شوية، بيقول لك شخصيتك شكلها ايه ونوعها ايه، ايه مميزاتها او ايه نقاط القوة اللي فيها وايه نقاط الضعف اللي فيها. اعتقد انها بتدينا معلومات حلوة جدا جدا. في ما يقابله بالعربية في اختبار تاني، انا هحط طبعا لينكات
لكل الاختبارات دي بحيث ان يعني نفهم شخصيتنا. طبعا على 16 personalities جايبين كل الانواع، تقريبا عندنا 16 نوع من الشخصيات. الفروقات بين الشخصيات مش معناه ان في شخصية احسن من شخصية، ولكن في شخصية مختلفة عن شخصية تانية، مفيش حاجة اسمها أحسن أو أوحش، وكل الشخصيات بتساهم في إثراء العمل، وكل الشخصيات فيها جوانب قوة وفيها جوانب ضعف أو معوقات. أنا ما بحبش أقول كلمة ضعف، لأن أحياناً نقاط الضعف دي اللي احنا بنعتبرها ضعف لو اتحطت في السياق الصح بتعتبر قوة. فياريت تدخلوا على سواء 16 personalities أو الويب سايت التانية اللي أنا هحطها لكم، وتعرفوا إيه هي شخصيتكم، ايه نوع شخصيتكم. هل انت مثلا من على سبيل المثال اكستروفرت ولا انتروفرت، هل انت انطوائي ولا انبساطي، هل انت بتفضل ان انت يعني ما تبقاش متواجد في مجموعه كبيره من الناس حواليك، هل بتفضل العزله اكتر او الهدوء أكتر، هل أنت بتعتمد في اتخاذ قراراتك على التفكير أم العاطفة، هل أنت من الأشخاص الصارمة اللي بتحب تجدول الأمور وتحط خطط، ولا بتحب الأمور تسيبها بتلقائية وبعفوية. زي ما قلت لكم مفيش شخصية أحسن من شخصية، مفيش جانب من الشخصيات أحسن من جانب آخر، كل الشخصيات ليها قيمتها وليها تقديرها، وأهم حاجة إني أعرف نفسي. يعني على سبيل المثال الفرق الأساسي ما بين الأكستروفرت والإنتروفرت هو الطاقة، بيستمدوا طاقتهم منين. الناس الأكستروفرت بيستمدوا طاقتهم من الكلام مع الآخرين، من التعامل مع الآخرين. فلما يبقى في حفلة أو تجمع بتلاقيه كده مزقطط، يعني عنده إنرجي، عنده حيوية. الأشخاص اللي هم الانتروفيرتس بيبقى متواجد في هذا الجروب أو هذا التجمع مستمتع وكل حاجة، ولكن تبتدي طاقته تنزل 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 لغاية ما يجي في حد إلى حد معين عايز بقى إيه يختلي بنفسه وهدوء ومش قادر يسمع كلام تاني. لكن على سبيل المثال هل في فرق بين قدرة الاكستروفرت والانتروفرت على انهم يدوا public presentation، يدوا presentation لناس كتير؟ الابحاث وجدت انه لأ، الاثنين او النوعين من الشخصيات قادرين على انهم يعملوا presentation ويدوا ويدرسوا ويشرحوا للناس، ولكن بعد ما البرزنتيشن بتخلص الناس الاكستروفرت بتلاقي طاقتها زايدة، لكن الناس الانتروفرت بتلاقيها انهارت وتعبت وعايزين بقى ايه ريتاير وياخد في حتة كده هدوء يستعيد نفسه ويستجم مرة اخرى، لان الحدث ده بينشط نوعية من الناس وبياخد من طاقة نوعية أخرى من الناس. على سبيل المثال مثلا الفرق ما بين الجاجينج والبرسيفينج أو الصارم والتلقائي، الصارم يقدر يحط خطة وينفذها، ولكن أحيانا بيكون جامد في تصرفاته فما بيقدرش ينتهز الفرص كويس، ما بيعرفش يضيف المرح لحياته. في المقابل الشخص البرسيفينج أو التلقائي يمكن ما بيعرفش يستمر على جدول يعني لفترة طويلة أو يحط خطة أو الكلام ده، ولكن بيعرف يغتنم الفرص ويعرف يدخل المرح والكلام ده. في أوقات احنا محتاجين وجود شخص صارم ويقدر يخطط وينفذ الخطط، وفي أوقات تانية احنا محتاجين شخص تلقائي يدخل المرح ويستفيد بالفرص ويجيب ايديز. يعني أحياناً الشخص الصارم ما بيعرفش يلاقي أفكار جديدة أو حلول مبتكرة، ما في المقابل الشخص التلقائي ممكن يقدر يلاقي حلول مبتكرة. فبأكد تاني
إن الهدف من المرحلة دي في التخطيط الاستراتيجي الشخصي إن إحنا نعرف أنفسنا، مش إن إحنا نحكم على أنفسنا، مش إن أنا أقول أنا كويس ولا وحش، أنا شخصيتي كويسة ولا شخصيتي وحشة. لا، الشخصية شخصية، مفيش حاجة اسمها شخصية وحشة وشخصية كويسة. لا، المواهب اللي عندنا اللي بنستغلها ازاي هو ده اللي بيفرق ما بين شخص وآخر. كمان تأثيرنا على الآخرين برضو هو ده اللي بيفرق ما بين شخص لآخر. فياريت تدخلوا على 16 personalities أو الويب سايت التانية اللي أنا هحطها لكم، وتشوفوا إيه هي نوعية شخصيتكم، افهموا نفسكم كويس قوي عشان تقدروا تفهموا إيه نقاط القوة اللي موجودة عندكم، إيه نقاط الضعف اللي موجودة عندكم، وإحنا هنستغل ده في إن إحنا نبتدي نضع استراتيجيات الحياة. بعد ما عرفنا أنفسنا وسألنا نفسنا كل الأسئلة دي وجاوبنا عليها بصراحة، وكمان عملنا بعض الاختبارات الشخصية اللي تفهمنا إحنا شخصيتنا إيه بالظبط، دلوقتي لازم نعمل تمرين اسمه SWOT Analysis. SWOT Analysis ده اختبار أو تحليل برضو مستعار من بيئة الأعمال، وفي إن إحنا بندرس نقاط القوة ونقاط الضعف، وكمان بندرس الفرص والتهديدات اللي موجودين في بيئتنا الخارجية. من كل الإجابات اللي جاوبتها على الأسئلة اللي فاتت وكمان من نتيجة الاختبار اللي انت عملته، ابتدي بقى فكر في نقاط قوتك الشخصية. ونقاط قوتنا الشخصية هي الصفات اللي احنا بنعتبرها داعم قوي لنجاحنا. ممكن يكون تصميمنا، إصرارنا، ممكن يكون طبيعتنا التحليلية وقدرتنا على تحليل الأمور، أو تفكيرنا الإيجابي، أو وجود قلب محب، أو مهارة معينة بقدر أعملها، مهارة فنية معينة أو مهارة تقنية معينة. فكر في كل النقاط اللي هتمكنك من تحقيق النجاح. بعد كده هنفكر في نقاط ضعفنا أو المعوقات الشخصية، ودي هي السمات اللي موجودة في شخصيتنا اللي ربما تعوقنا في طريق تحقيق أهدافنا. وكل شخص في عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، فده شيء طبيعي لأن احنا بشر، احنا مش كاملين. علشان كده مهم جدا ان احنا ننظر لنقاط الضعف، ما نخجلش منها، ما نخبيهاش، وبالعكس لما نعرف نقاط الضعف دي هنقدر نحسن أنفسنا وحياتنا. طيب، بعض الأمثلة على نقاط الضعف ممكن يكون الخوف، الاندفاعية، المزاجية، السلبية، التبذير. ممكن كمان يكون مهارة معينة مفتقدها، وهذه المهارة مهمة جدا جدا للشغل اللي أنا عايز أعمله أو لإدارة علاقاتي مع الآخرين. بعد ما حللنا أنفسنا وفهمنا نقاط القوة ونقاط الضعف اللي فينا، دلوقتي لازم نفكر في البيئة الخارجية اللي حوالينا. وأول حاجة إن احنا نفكر في الفرص المتاحة في البيئة اللي احنا موجودين فيها، ودي الفرص اللي بتتيح لينا التقدم والتحسن في جوانب حياتنا المختلفة اللي احنا حددناها، اللي ممكن تكون حياتنا المهنية أو علاقتنا أو زواجنا أو حياتنا الأسرية أو الشغل اللي احنا عايزين نعمله أو إن احنا نتطور كأشخاص. كل الفرص اللي موجودة في بيئتنا الخارجية نكتبها ونسردها ونفندها. وزي ما فكرنا في الفرص، لازم نفكر في التهديدات أو التحديات اللي موجودة برضو في بيئتنا الخارجية. والتهديدات أو التحديات الخارجية هي مخاطر وتحديات موجودة في بيئتنا الخارجية أو بتسببها عوامل خارجية، زي مثلا شخصيات الناس اللي بنتعامل معاهم، أو مهارات معينة لازم تكون موجودة في العمل ده أنا بفتقر إليها، أو أجهزة أو تقنيات أو تهديدات معينة جاية من ناس موجودين في حياتنا. وباستخدام الجدول المرفق
ابتدوا اكتبوا نقاط قوتكم الشخصية، نقاط ضعفكم، الفرص الخارجية والتهديدات والتحديات الخارجية اللي موجودة في بيئتكم الخارجية. الجدول ده هيساعدنا ان احنا بعد كده نحط استراتيجيات الحياة. هفكر في الفرص الخارجية ونقاط قوتي الشخصية، وافكر ازاي استخدم نقاط قوتي عشان استفيد من الفرص المتاحة ليا، ودي بنسميها استراتيجيات نمو. النوع التاني من الاستراتيجيات هي استراتيجيات تحقيق الاستقرار في حياتي، ودي الاستراتيجيات اللي بستخدمها عشان اتغلب على نقاط ضعفي من خلال الاستفادة من الفرص اللي موجودة حواليا. النوع الثالث من الاستراتيجيات هي استراتيجيات تخفيف المخاطر، ودي الاستراتيجيات اللي هتمكنني ان انا استفيد من نقاط القوة اللي موجودة عندي في اني اتجنب المخاطر او اعالج المخاطر او التهديدات اللي موجودة في بيئتي الخارجية. وكمان لازم نفكر في استراتيجيات تجنب المخاطر، زي ما حاولنا ان احنا نخفف تأثير المخاطر على حياتنا، في مخاطر لازم اتجنبها، ودي الاستراتيجيات اللي هتمكنني اني اتغلب على نقاط ضعفي واتجنب التهديدات اللي موجودة في بيئتي الخارجية. ساعتها بقى اقدر اجمع كل المعلومات دي وابتدي احط اهدافي الاستراتيجية، والاهداف الاستراتيجية دي هتكون اهداف مختلفة لكل اولوية او كل ركيزة من ركائز حياتي. لكل ركيزة من ركائز حياتي هبتدي احط الاهداف، والاهداف دي هكون توصلت اليها من التحليل اللي انا عملته في الخطوات السابقة. وقصاد كل هدف هحط ايه الاستراتيجيات اللي انا هستخدمها، هل هي استراتيجيات نمو عشان استفيد من نقاط قوتي واستفيد من الفرص اللي موجودة، هل هي استراتيجيات بتجنب بيها المخاطر اللي موجودة في حياتي، هل هي استراتيجيات بحاول احافظ بيها على الاستقرار. ودي نقطة مهمة جدا جدا، لان انا مش عايز انمو في ركيزة من ركائز حياتي وتنهار حياتي في ركيزة تانية، فلازم يبقى في بعض الاستراتيجيات اللي اقدر بيها احافظ على الاستقرار في حياتي، واذا كان في جانب من حياتي كويس اخليه برضو كويس.